الشكل الرباعي ABCD وهو معطى لنا أنه معين رمبس، ومطلوب منا أن نثبت أن مساحة هذا المعين تساوي نصف ضرب AC ضرب BD، نصف ضرب AC ضرب BD، وهو إثبات أن مساحة المعين تساوي حاصل ضرب أطوال أقطاره ضرب نصف. دعونا نرى ما يمكن فعله هنا. لدينا عدة أشياء نعرفها عن المعين. المعين هو عبارة عن متوازي أضلاع، ويوجد مجموعة أشياء نعرفها عن متوازية الأضلاع. أولا، إذا كان لدينا معين فنحن نعلم أن جميع أضلاعه تكون متطابقة. طول هذا الضلع يساوي طول ذلك الضلع يساوي طول ذلك الضلع ويساوي طول هذا الضلع أيضا. ولأنه متوازي أضلاع فنعلم أن أقطاره تتقاطع. دعونا نسمي هذه النقطة هنا E. نحن نعلم أن BE يساوي ED، ونعلم أن AE يساوي EC، ونعلم أيضا أنه لأن هذا معين وأثبتنا هذا في العرض الأخير حيث أن الأقطار لا يتقاطعان فحسب بل أيضا متعامدين. بالتالي نحن نعلم أن هذه الزوايا قائمة، هذه زاوية قائمة، تلك زاوية قائمة، وبالتالي هذه زاوية قائمة. أبسط طريقة للتفكير بهذا إذا كان بإمكاننا توضيح أن هذا المثلث ADC يطابق المثلث ABC، وإذا أمكننا أن نجد مساحة واحدة منهم فيمكننا أن نضاعفها. أول جزء يعتبر مباشر، نستطيع أن نرى أن المثلث ADC، المثلث ADC سيكون مطابقا للمثلث ABC، ونعلم ذلك من خلال تطابق ضلع وضلع وضلع SSS. هذا الضلع مطابقا لذاك الضلع، هذا الضلع يطابق ذلك الضلع، وكلاهما يتشاركان BAC. هذا من خلال تطابق ضلع وضلع وضلع، ولهذا السبب نحن نعلم أن مساحة ABCD، مساحة ABCD تساوي 2 ضرب مساحة، يمكننا اختيار أي واحد من هذه المثلثات، ستساوي 2 ضرب مساحة ABC. دعوني أكتب بهذه الطريقة، مساحة ABCD تساوي مساحة ADC زائد مساحة ABC، لكن بما أنهما متطابقان هاتان ستكونان نفس الشيء، إذن ستكون 2 ضرب مساحة ABC. الآن ما هي مساحة ABC؟ حسنا، مساحة المثلث هي نصف القاعدة ضرب الارتفاع. مساحة ABC، مساحة ABC تساوي نصف ضرب قاعدة هذا المثلث ضرب ارتفاعه. كم طول هذه القاعدة؟ طول هذه القاعدة هو AC، سألونها، القاعدة هي AC. ثم ما هو الارتفاع هنا؟ ما هو الارتفاع هنا؟ نحن نعلم أن هذا القطر عبارة عن عمود قاطع، عمود قاطع. إذن الارتفاع عبارة عن المسافة من BE، إذن هي AC ضرب BE، هذا هو الارتفاع. BE هو ارتفاع، إنه يقطع القاعدة بزاوية 90 درجة، أو يمكن أن نقول أن BE نفس نصف ضرب BD، هذا يساوي نصف ضرب AC، نصف ضرب AC، هذه هي القاعدة. الارتفاع لدينا هو BE، وهو يعادل نصف ضرب BD، نصف ضرب BD، هذه هي مساحة ABC.
ذلك المثلث الأوسع والأكبر هنا، ذلك نصف المعين، لقد قلنا أن مساحة الشكل كله هي 2 ضرب ذلك. إذا عدنا للوراء، إذا استخدمنا كل من هذه المعلومة وهذه المعلومة هنا، لدينا مساحة ABCD تساوي 2 ضرب مساحة ABC، أي هذا الشكل الموجود هنا مساحته هي 2 ضرب مساحة ABC هنا. إذن نصف ضرب نصف ويساوي ربع ضرب AC ضرب BD. ثم سترى إلى أين سنتجه، 2 ضرب ربع يساوي نصف ضرب AC ضرب BD. مباشرة جدا حصلنا على إجابة متقنة. في الواقع لن أفعل هذا في هذا العرض، بل سأقوم به في العرض التالي. هناك طرق أخرى لإيجاد مساحات متوازية الأضلاع بشكل عام، إنها القاعدة ضرب الارتفاع، لكن بالنسبة للمعين يمكننا فعل ذلك لأنه عبارة عن متوازي أضلاع. لكن بالإضافة إلى ذلك لدينا إجابة متقنة أخرى والتي قمنا بإثباتها في هذا العرض، أنه إذا عرفنا أطوال هذه الأقطار فمساحة المعين هي نصف ضرب حاصل ضرب أطوال أقطاره، وهي نتيجة متقنة نوعا ما.